But I really do. I like the culture. Congratulations to the women for all the things that's happening for you guys. I think it's beautiful. You guys get to, you know, you get to drive. But after driving out here in Saudi Arabia, ladies, you sure you want to do this shit? The men out here can't drive. I was in my car like, I thought I was in a video game or a roller coaster. You know there are lanes, fellas. Y'all don't believe in lanes? It was scary. And then women, y'all get to jog outside. That's nice. Get to jog outside. I think that's beautiful. I just have a question. Where the hell were you jogging before? Y'all was in the kitchen like, we got this. We gonna get this. الكوميدي سين بالنسبه للعالم العربي جالس يتطور بشكل اسرع من مصر، اسرع من كل الدول اللي بدت قبلنا حتى، وهذا شيء جميل لانه هذا يعني يفيدني، يفيد وجودي ويخليني موجود اكثر. انا لي سنه كامله ما سويت عروض، كنت قاعد كذا متقوقع بيني وبين نفسي، وهذه اول مره انا اسوي عرض من سنه وشوي، ومره متحمس، حاسس كان اطلع اول مره، مو مره يعني اول مره بس يعني شويه كاني اول مره. هو بس اتمنى للجمهور، انا خايف انه يكونوا صار دمهم اخف مني، هذا اللي انا خايف منه، خايف ان هم وصلوا مرحله صار يقدروا يسووا النكت حقتي واحسن، وانا قاعد اقول فاتني كثير، سنه كامله قاعد في البيت فاتني كثير، فهذا اللي خايف منه، بس اتاكد انه على الاقل هم حينبسطوا. الهنود يا جماعه عندهم ميزه لازم ما ننكرها، ميزتهم الرهيبه ان هم مدركين ام الطرق بطريقه عجيبه. جي بي اس، انا الجي بي اس النهارده ما في جي بي اس، انا هنا الجي بي اس، جي بي اس انا ما اعرف، ودخلك في حوار يطلع من فوق عمارة وينزل، فنانين لدرجه انه هو ما يسالك من فين تبي تروح ولا فين الطريق، يسال عنك ثلاث معلومات بس كده بشكل عشوائي، فاهم انت فين روح طريق ايش، اسم بابا ايش، اسم ماما، خلاص يوديك يدق عنك الجرس، اصلا بابا روح صلي بعدين يرجع خلاص يمشي. اليوم ان شاء الله راح اقدم عرض ستاند اب كوميدي انا والشباب، ان شاء الله we're gonna open up، بنسوي عرض افتتاحي ل مارلن وينز ان شاء الله في جامعه الاميره نوره. كستاند اب هو التجهيزات دائما تكون قبل ما توصل اصلا، اذا انت مثلا انا من الدمام فانا قبل ما اجي الرياض انا قاعد اجهز، يعني انك تسوي ستاند اب كوميدي شوي يعني شغل متعب مخيف، انك لازم تكتب شيء ذكي، شيء يلامس المجتمع، شيء يكون الناس تتقرب له، ما تقول نكت عاديه كذا بديهيه، فهو متعب بس جميل بنفس الوقت، يعني شعور انك تضحك الناس او ان الناس تنبسط من شيء انت قلته شيء مره رهيب. والله اني خايف وانا اقول بالنتيجه، خايف يطلعوني معضلين، اقسم بالله تغيرتوا، والله ان انتم اول ما اشوفكم لبوشات الان بس ببندات، حاشر نفسك فوترك قاعد تلفت كذا، ويكون مره داخل جو، يعني آمن وش تبين اختي؟ وش تبين؟ احد يطلب، اطلب مني طلب. آمن وش تبين من المطعم؟ همبرجر؟ اوكي الان اسويه. تبي كاتشب ولا مايونيز اختي؟ تبين كاتشب ولا مايونيز؟ ارسلي لي سناب عشان اقول لك. تبين سدنا؟ ولا بيبسي؟ ولا تبين مويه؟ تغيرتوا والله تغيرتوا.